بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في المحاضرة السادسة من الثقافة الإسلامية. سنتكلم عن العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، وسنأخذ أهم مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام، وهي أربع: العدالة والمساواة والحرية والوفاء. أهم مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام: أولا العدالة، ويقصد بها أن تبنى كافة العهود والمواثيق على أساس العدل لكافة الأطراف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المبدأ الثاني المساواة، تتيح المساواة فرص الحصول على الحقوق الأساسية للإنسان في ضوء مقاصد الشريعة، والمعاملة بالبر والإحسان، وبذل المعروف لجميع البشر إلا المحاربين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. القاعدة الثالثة هي الحرية، وتنبع من قيمة المساواة بين البشر، فانتماؤهم إلى أصل واحد يقتضي العدل وعدم الإكراه، وفي حالة الحرب هي فقط للضرورة. الوفاء بالعهود والمواثيق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أهم أدوات العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم: أولا تبادل الرسل والسفارات، ثانيا التبادل التجاري والاقتصادي، ثالثا التفاوض والتعاهد كأداة في العلاقات الخارجية. العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب هي إعداد العدة، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد.